السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر خليل. أول فيديو ليا في القناة. هننزل النهاردة نلعب فيفا وعقاب نودلز بالشطة، بالخلطة، بالشطة معدي مع ملح مع حاجات كتير. ثواني أشيل صورتي عشان نعرف تشوفه. التحدي هيكون ايه؟ هنلعب هجوم تنافسي ماتشين، عشان دي هتبقى سلسلة. هنلعب هجوم تنافسي ماتشين، ولازم نكسب الماتشين. حلو حلو. لما نكسب الماتشين، خسرت ماتش اعمل عقاب، لما كسبت الماتشين يبقى في تحدي تاني. هيبقى تحدي على ماتشين من الحملة مع التمارين مع كل حاجة. المهم ماتشين هلعبهم، وبعد ما العب الماتشين بس كون خلص كده. لازم اكسب 4 حاجات: 2 هجوم تنافسي، 2 حملة دي لابس فيفا، فريق حلو 81 كيمستري بتاعه عالي. الله ان التاني مضيع. ده خطتي، هو كده احسن مني. ايه ده، انا احسن مني. جون بوتين حياتي، هو بيلجلج معايا انا ليه؟ جون ما ارزا بوتين. الصورة وحشة بس حرام، لكن خليكم. انا بقيت ما بلعبش انت نفسي، فانا لو خسرت عادي. واتين جود جود جود. 3-1. عايش قوي. انا عندي برد، انا نزلت فيديوهين خرا من غير مونتاج. فيديو البكتيريا او مش بكتيريا، فيديو الفيروسات. يا رب الفيديوهين يعجبكم. كل واحد ينزل يضغط لايك دلوقتي. تاني ماتش كده. انا بلعب اللعبه دي بقالي اسبوع بلعب اللعبه، فاخويا عنده نفس اللعبه بس يعني نوب شويتين ثلاثه، وانا فريق احسن من بتاعه. يعني واحد الكيمستري بتاعه 81 ويوصل ل 34، والتاني الكيمستري بتاعه وطي قوي. واحد اخويا في الكيمستري زي الكيمستري بتاعه 72. مبروك. فهل بتعرف تلعب كده؟ بتلعب بالفرق ضعيفة عشان تكسب. اكتر حاجة مستفزة بعملها عشان اكسب الهجمات بسرعة. مع حارس قلقاسي. احنا عايزين نقلقس. يلعب البوتينج، بوز البوتينج ولا ده انزاجي؟ ماشي، هات جون انا هجيب حبيبي. يلا كرجل بوتينج. ارزع ويرزع. لو دخل في جون هسيح. ايه دي ميو ده حلو حلو. دي ميو عادي. هجو
فوتينج ارزا ارزا بتندد. خذ بتندد. لا ارزا يجيب جود. بي 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 ارزا وارزا. سادس. يلا نيمار. نيمار ليش صعب بشو من بعيد لي. الله ستة خمسة. الله يبارك كده فلتنا من الشطة. يا لاوي إلا خيها خسرت. كنت أحب أكره الشطة. تخيل من كل ده يطلع مفيش صوت. شايف زوجي بالسماعات وبيسمع صوت بيجي اساسا. للاسف بس اتر طلع لي حاجات حلوة كتيرة. سلام بقى عشان يعني هكمل لكم الفيديو في حتة تانية بس عشان المساحة عندي بطيئة. يلا اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. ثواني بس اوريكم وشي. ريت كل واحد يشوف الفيديو ضغط لايك وشير سبسكرايب عشان عايزين نوصل لميت الف لايك في اسرع وقت عشان عايزين الدرع الفاضي يجيلنا. ربنا معاكم. لكل واحد بيمتحن او داخل على دروس ربنا مع كل الناس. يلا سلام.